العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا إلى قوله رضي الله تعالى عنه في شرح العقيدة الوسطى: فأول ما تبدأ به من النظر النظر في حدوث العالم وهو ما سوى الله تعالى، فإذا نظرت فيه تجد جميعه أجراما تقوم بها أعراض من حركة وسكون وغيرهما. فنبدأ من العالم، والعالم بالفتح صفحة 75، وهو ما سوى الله تعالى. وسمي العالم بهذا الاسم لأنه من إما أنه مشتق من العلم أو من العلامة، فإذا كان مشتقا من العلم فيكون العالم يعلم به صانعه، إذا كان مشتقا من العلم فيكون سمي بالعالم من حيث إن صانعه يعلم به. وإذا كان من العلامة أي الدليل فهو دليل يعني يدل على وجود صانعه سبحانه وتعالى، ولا حاجة أن يزاد وسوى صفاته، لأن لفظ أو اسم الجلالة جامع للذات العلية وصفاتها. فإذا قال ما سوى الله، في البعض يقول ما سوى الله وصفاته، وهذا لا حاجة لنا به، لأن اسم الجلالة إذا قلنا الله فما المقصود؟ الذات العلية والصفات السنية. وسمي بذلك يعني بالعالم لأن الناظر فيه نظرا صحيحا يحصل له العلم، فكأن الشيخ هنا رضي الله تعالى عنه الشيخ السرقسطي يرجح أن العالم مشتق من العلم يحصل له، لأن الناظر فيه نظرا صحيحا يحصل له العلم بوجود الله تعالى وصفاته. وهذا كما يسمى الطابع لما يطبع به، والخاتم لما يختم به. يعني إيه معنى الطابع لما يطبع به؟ يعني الشيء الذي نطبع به نسميه طابع، والشيء الذي نختم به نسميه خاتم، والشيء الذي نعلم به نسميه عالم. فيكون كلمة العالم زي الطابع والخاتم، فالعالم ما يعلم به، والطابع اسم، يعني العالم اسم لما يعلم به، يعني يعلم به يعني بالنظر فيه، يعني كأنه هو دليل إذا نظرنا فيه نظرا صحيحا يحصل العلم بوجود الله. إذن فالعالم سمي عالما لأنه يعلم به وجود الله، والطابع يسمى طابع لأنه يطبع به، والخاتم لأنه يختم به. واضح؟ فإذا نظرت فيه أي أمعنت نظرك في العالم أيها المكلف المخاطب بقطع العلائق المنافية له، ومنها الكبر، ومنها الكبر، يعني إذا
نظرت في العالم حولك نظر صحيح، أن النظر ينقسم إلى قسمين كما قال الإمام السنوسي، نظر صحيح ونظر فاسد. فالنظر الصحيح يحصل به العلم، أما النظر الفاسد لا يحصل به العلم. فإذا نظرت فيه يعني أمعنت نظرك في العالم أيها المكلف المخاطب بقطع العلائق، يعني يكون هذا النظر فيه تجرد، فيه بحث عن الحقيقة، يعني لا يكون هناك علائق، يعني عوائق منافية لوصولك إلى الحقيقة. فالكبر مثلا يمنع من إيه؟ من اتباع الحق. كثير من الناس لم يؤمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بسبب عدم الحجة وليس بسبب عدم الدليل أو البرهان أو غير ذلك، وليس لأنهم لا يعلمون صدقه أو أمانته، وإنما بسبب أن عندهم كبر، إن في صدورهم إلا كبر. فالكبر يمنع من اتباع الحق، يعني هو متكبر. ولذلك قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون. فالمتكبر يرى الحق باطل والباطل حقا، فالكبر ده عائق. وأهل الكتاب من اليهود والنصارى لم يؤمنوا برسول الله مع أنهم يعرفون صدقه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونه. إذن فلماذا لم يؤمنوا؟ بسبب الحسد، ومنها الكبر والحسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. ومنها البغض للعلماء الداعين إلى الله سبحانه، ولذلك هؤلاء الذين يعني لم يوفقهم الله تعالى للهداية وطعنوا في العلماء واستهانوا بالأولياء والصالحين بسبب البغض، يكرهون أهل الصلاح وأهل الولاية وأهل التقوى، فكيف يحصل لهم الانتفاع بهم أو يحصل لهم الهداية على أيديهم؟ وتطهير القلب من هذه الأخلاق وهو أول هداية الله تعالى للعبد، يعني أول طريق للهداية أن يطهر الله تعالى قلبك من هذه الآفات. واعلم أن الوجه الذي يسهل عليك الانتفاع بالنظر في العالم أن تستحضر قبل النظر طلب التوحيد به في ذهنك، يعني كأنك تنظر من أجل الوصول إلى معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى، وتنوي استفادة اليقين أو زيادته، يعني زيادة اليقين. إذ لا شك أن النظر في العالم من سماوات وأراضين وغيرهما يدل قطعا أنها أمور متنوعة وأنحاء مختلفة، مع جواز أن يكون على خلاف ذلك، يعني ممكن الأمور تكون مختلفة عما هي عليه. ثم يجب أن يكون مستنده في وجودها إلى موجد، لاستحالة أن يوجد ممكن لنفسه، يعني كل هذه المخلوقات علويها وسفليها ممكنة. ما معنى ممكنة؟ أنه يجوز وجودها ويجوز عدمها، ويجوز أن تكون على هيئة مختلفة على ما عما هي عليه. فمعنى ذلك أنها لا بد أن تستند في وجودها إلى موجد. لماذا؟ لاستحالة أن يوجد الممكن نفسه، فالممكن متساوي الطرفين. ثم يجب أن يكون هذا الموجد واجب القدم والبقاء واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله إلى آخره.
ما سيأتي فأعرفه. يعني لماذا يجب أن يكون موجد العالم قديم وباقي وواحد إلى آخر هذه الصفات، سواء كان السلبية أو المعاني أو المعنوية إلى آخر؟ لماذا؟ لأنه لو كان هذا الموجد للعالم لو كان حادثا لاحتاج مثل العالم إلى محدث، ومحدثه إلى محدث، ويفضي بنا الأمر إلى الدور والتسلسل، وكلاهما باطل. دليل واضح زي الشمس، وهو ما سوى الله تعالى. فإذا نظرت فيه تجد جميعه أجراما تقوم بها أعراض من حركة وسكون وغيرهم. فإن قلت هل من شرط للنظر أم لا، يعني في شرط للنظر أو لا؟ ما النظر إلى النظر في أحوال العالم واختلافاته، إن في اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض، وتصريف الرياح إلى آخر الآية، إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار الآيات. فهل هناك شرط للنظر حتى يوصلك إلى الإقرار أو إلى اليقين بوجود الصانع جل جلاله، ثم إلى توحيده وقدمه ومخالفته للحوادث إلى آخره؟ من القارئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الصديقين وبعد. فإن قلت هل من شرط للنظر أم لا، فالجواب نعم، كما قاله شيخنا العلامة اللقاني: يشترط للنظر مطلقا الحياة والعقل وعدم النوم وعدم الغفلة وعدم العلم بالمطلوب. يعني أول حاجة في شروط للنظر الحياة. ما معنى يشترط للنظر مطلقا؟ ما كلمة فائدة كلمة مطلقا؟ يعني يشترط للنظر مطلقا، ايه المعنى؟ ايش يعني؟ ما الذي لو قال يشترط للنظر وذكر الشروط، ما معنى مطلق؟ يعني النظر مطلق، مطلق نظر، حتى ولو كان نظر فاسد مش لازم يكون نظر صحيح. فأي نظر يشترط له الحياة، حتى لو حتنظر نظر غير صحيح لابد أن تكون حيا، ينفع نظر الميت. بكلمة مطلقا يعني ليس للنظر الصحيح، وإنما للنظر سواء كان صحيحا أو إيه أو فاسدا. فهمنا كلمة مطلقا. والعقل، وأيضا العقل يشترط لمطلق النظر، ليس بقيد أن يكون إيه، لأن النظر الفاسد أيضا يحتاج إلى عقل وعدم النوم. يعني هذه شروط على الإطلاق. لا يكون الإنسان نائما، لو كان نائما لا ينظر لا نظر صحيح ولا لا ينظر أصلا. وعدم الغفلة وعدم العلم بالمطلوب. إيه معنى عدم العلم بالمطلوب يا شيخ طلحة؟ وأنت لو كان تعلم بالشيء الذي تبحث عنه لماذا تنظر؟ أنت تنظر حتى يؤدي بك هذا النظر إلى استعلام ما ليس بمعلوم، يعني إلى معرفة شيء لا تعرفه، الوصول إلى شيء لا تعرفه. ويمكن يشترط هنا عدم العلم بالمطلوب، لأنك لو كنت عالما به لماذا تنظر؟ لتحصيل حاصل، إذ لا طلب مع الحصول. ما دامت هو حاصل لماذا أطلبه؟ يعني أقول لك هات الماء فلا تأتي به، لماذا؟ لأن الماء موجود. ولو أنك
أتيت به يعني بنفس الماء لكان تحصيل حاصل، ولو أتيت بغيره فما الفائدة؟ فهمنا كده؟ إذ لا طلب مع له الحصول. كم وعدم الجهل المركب بالمطلوب لئلا يكون دائما بنفسه، لأن ذلك يعني شوفوا، اشترط أول حاجة عدم العلم. يعني ايه عدم العلم؟ يعني يكون جاهل مش عارف حتى يعرف، وهو ينظر ليعرف. فإذا كان عارفا فلماذا ينظر؟ يبقى يشترط ايه؟ الجهل. خلاص كده؟ اللي هو عدم العلم، وعدم العلم معناه ايه؟ الجهل بالمطلوب. إذ لا طلب مع الحصول، وعدم الجهل المركب يعني ما ينفعش يكون ايه؟ عنده جهل مركب، ولو كان عنده جهل بسيط ما هو ده المطلوب. أما إذا كان الجهل مركبا يبقى كده إيه؟ وعدم الجهل المركب بالمطلوب بأن لا يكون جازما بنقيضه، لأنه لو كان جهله مركبا على جهة الجزم فذلك يمنعه من الإقدام على الطلب. يعني لو أنا أجزم مثلاً بأن الشيء الذي أبحث عنه موجود على خلاف ما هو صحيح، وأنا أجزم بذلك، إذن فليس إيه يوصلني النظر إلى شيء، لأني أجزم بنقيض الإيه؟ بنقيض المطلوب، لأن ذلك أمنعه من الإقدام على الطلب. والأربعة الأول شروط في العلم أيضا، يعني كما أنها شروط في النظر فهي شروط في العلم. يعني إيه معنى كده؟ يعني قلنا النظر يشترط له الحياة مش كده؟ والعقل، وهما أيضا الحياة والعقل شرطان للعلم، لأنه لا علم من غير حياة ولا علم من غير عقل. وكذلك يشترط عدم النوم وعدم الإيه؟ الغفلة. واضح؟ الأربعة الأول دول شروط في العلم أيضا. انتهى محل الحال. يلا. تجد أي تعلم وتحقق جميعه، أي جميع العالم من سماوات وأراضين وغيرهما كلية وجزئية. يعني عاوز أقول لك لو أنت نظرت خلاص تجد، يعني كلمة تجد هنا الوجود بمعنى العلم، تجد يعني تعلم وتتحقق جميعه، يعني جميع العالم سواء سماوات أراضين عرش كرسي جنة نار أفلاك كليات العالم جزئيات العالم شوهد أو لم يشاهد، يعني في أشياء لم نشاهدها، لكن كل أجزاء العالم أو كل أفراد العالم عبارة عن إيه؟ أجرام أو إيه؟ أو أعراض. ما معنى أجرام؟ يعني تشغل فراغا، ولا فرق في ذلك بين الأجرام الكثيفة كالإنسان والشجر والحجر. يعني الإنسان جرم، جرم خلاص. ما إيه معنى جرم؟ يشغل إيه؟ حيز من الفراغ، ده معنى الجرمية. والشجر كذلك جرم، والحجر جرم. في أجسام في أجرام شفافة، يعني ليس لها كثافة ولكنها تشغل حيز من الفراغ، زي الأرواح والملائكة والجان، تقوم أي تتصف وتنعت بها أي بالأجرام. أعراض صفات حادثة متجددة متعاقبة شيئا فشيئا إلى فناء الأجرام. يعني إيه معنى الأعراض؟ معناها صفات حادثة متجددة متعاقبة شيئا فشيئا إلى أن يفنى الجرم. طيب كيف نعرف فناء الأعراض؟ بمشاهدتها، يعني مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم. هذا هو دليل حدوث الأعراض. أما دليل حدوث الأجرام هو ملازمة الأعراض الحادثة لها. هناك قاعدة كلامية عظيمة جدا، كل ما لازم الحادث فهو إيه؟ حادث. فهو حادث.
ومعنى قيام الأعراض بالأجرام أن تحيزها تابع لتحيز الأجرام، إذ لا تحيز لها استقلالا فعرف، وإنما قال أعراض ولم يقل صفات، لأن العرض حيث أطلق لا يكون إلا حادثا بخلاف الصفات. يعني لماذا قال إن العالم عبارة عن أجرام وأعراض، لماذا لم يقل أجرام وصفات؟ هي الأعراض عبارة عن صفات، صفات حادثة، لكن الصفة تطلق على الصفة الحادثة والصفة القديمة، أما العرض لا يكون إلا حادثا. فلأجل هذا قال إن العالم أجرام وأعراض، ولم يقل أجرام وصفات، لأنه لو قال صفات ممكن تدخل الصفات الإلهية، ولكن كلمة أعراض يعني معناها صفات حادثة. من بيانية يعني تجد جميع أجرام تقوم بها أعراض من، يعني كأنه بيبين لنا ما هي الأعراض، الحركة والسكون وغيره. من بيانية حركة، وهي انتقال الجرم من حيز إلى حيز آخر. إنه معنى الحركة يعني انتقال الجرم من حيز إلى إلى حيز آخر، وسكون وهو ثبوت الجرم في الحيز. وغيرهما وهو الاجتماع والافتراق، يعني غير الحركة وغير السكون، اجتماع أو افتراق، فهذه هي تسمى الأكوان الأربعة، الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. وهذه الأكوان الأربعة لا يخلو عنها موجود حادث، فكل موجود حادث إما أن يكون جرما أو عرضا، وإذا كان جرما فإما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، وسواء كان متحركا أو ساكنا لا بد أن يكون مجتمعا أو أو مفترقا. هذه الأكوان الأربعة، الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. وما هو مرئي كالألوان، وما هو تعقل كالحياة والحواس الخمسة. إذن الحركة انتقال الجرم من حيز إلى سكون، وعرف الحركة هي انتقال من حيز إلى حيز، والسكون هو الثبوت في الحيز نفسه لا في حيز آخر، وبعدين الاجتماع والافتراق. وما هو مرئي كالألوان، يعني يريد أن يقول لك إن العالم عبارة عن أعراض، وسواء كانت هذه الأعراض مرئية أو غير مرئية. يعني إيه الأعراض المرئية؟ الألوان وما فيها الألوان، وما هو تعقل، وما هو تعقل، وما هو تعقل، يعني ما هو أمر يرى وما هو أمر يعقل. تعقل يعني أمر يعقل، يعني يدركه العقل، أما يرى يعني يدركه الإنسان بالبصر. يعني في أعراض مرئية زي الألوان السواد والبياض، وفي أعراض متعقلة يعني لا ترى ولكنها تعقل كالحياة. يعني أنا مثلا أرى الشيخ محمد أمامي حي، لكن أين هي الحياة؟ لا أراها وإنما أعقلها، لأنه يتحرك ويتكلم وينطق ويتنفس هو حي. إذن فالحياة أدركها وهي عرض، ولكنها عرض غير غير مرئي، وإنما هو معقول يعقل. يعني أما كون الشيخ محمد أبيض أو أسود، هذه أعراض مرئية. إذن ما هو مرئي كالألوان، وما هو تعقل كالحياة والحواس الخمسة وأضدادها. يعني الحواس الخمسة خلاص كده وأضدادها، يعني مثلا إيه الحواس الخمسة؟ السمع والبصر والشم واللمس والذوق، خلاص الحواس الخمسة وأضدادها. وكل عرض في وقت يعقبه عرض آخر في الوقت الثاني. يعني عاوز يقول لك العرض لا يبقى وقتين، يعني العرض يوجد يعني في وقت ثم يعقبه عرض آخر في الوقت الثاني،
يعني الحركة أو مثلا اللون ده في هذه اللحظة موجود، يبقى بعد كده ينعدم، فيأتي عرض مثله، نفس اللون مثله، نفس اللون، نفس المواصفات، وكالصوت مثلا هذا عرض فينعدم فيتجدد مثله وهكذا، لكن لا يأتي مثلا لو قلت خرج ثم قلت خرج ثاني هي مثلها وليست هي، لأنه عندنا اثنين خرج، فكيف يكون الشيء مثل نفسه؟ بمعنى كده هي خرج ثاني، قلت خرج ثلاثة، خرج أربعة، خرج بكل واحد، فكذلك الحركة تعقبها حركة، خلاص؟ إذن فكل عرض في وقته يعقبه عرض آخر في الوقت الثاني، يعني الموجود في الوقت الثاني ليس هو العرض نفسه، وإنما هو إيه؟ مثله، إما مثله لتبقى صورته الحاصلة منه، يعني السواد اللي يعقبه سواد مثله عشان يبقى الصورة زي ما هي، لتبقى صورته الحاصلة منه ومن مماثله حال بقاء صورته وهكذا، وإما ما يقرب منه نموا وتلاشيا، وإما ما يخالفه في حال انعدامها، يعني العرض اللي يعقبه عرض آخر، العرض الآخر مثله، خلاص لتبقى الصورة زي ما هي، خلاص، ومن مماثله حال بقاء صورتي وهكذا، وإما ما يقرب منه نموا وتلاشيا، يعني العرض الآخر ده حيقرب من الأول في نموه وفي تلاشيه، وإما ما يخالفه في حال انعدامها، يعني مثلا العرض ده إذا انعدم الحركة حيأتي ما يخالفه اللي هو السكون في حال انعدامها لا في حال وجودها، وكذلك السكون في حال انعدامه يبقى إيه؟ حركة، واضح؟ واقتصر المصنف رحمه الله، يلا هات المد، واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على الحركة والسكون لأن عالم انفكاك الجرم لما ضروري للعقل، يعني ولم يتوسع الأعراض كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 40 نوع، أنواع الأعراض تصل إلى 40، لكن في الأعراض أو الأكوان الأربعة ذي المعروفة اللي هي اللي اقتصر عليها الإيه المصنف، بل هو ما جابش الأربع، جاب الحركة والسكون، ليه؟ لأن عدم انفكاك الجرم لهما ضروري في العقل، فكل إنسان بحكم الضرورة يدرك أنه لا يوجد جرم ينفك عن الحركة أو السكون، ومعرفة حدوثهما مع وضوح ملازمتهما لكل جرم كافية في معرفة حدوث العالم كله، يعني يكفيك أن تعرف في دليل حدوث العالم كله معرفة حدوث الحركة أو السكون، لأنه لا يخلو عنهما جرم، فالجرم إما ساكن وإما متحرك، والحركة أو السكون حادثان وملازمان للجرم، فالجرم حادث، يعني كده بدليل بسيط اللي هو الحركة، ممكن أحد يعمل رسالة دكتوراه عن الحركة والسكون فيجد أن دليل حدوث هذه الأجرام إنما حركتها أو إيه أو سكونها، ومع ذلك هي ملازمة للجرم، أن الجرم لا ينفك، إذن فكل جرم حادث، لماذا؟ لأن كل جرم إما متحرك وإما إيه ساكن، والحركة والسكون متجددان، يعني موجودان بعد عدم، وهما ملازمان للجرم، إذن فالجرم حادث، دليل بسيط، ولا عاوز فلسفة ولا علم نفس ولا اجتماع ولا منطق ولا يحزن. ثم قال بقول كافية، يبقى معرفة الحركة والسكون كده، معرفة أنهما حادثان، هذا كافي في معرفة حدوث العالم كله، لأن كل الأجرام يا متحركة يا ساكن، والحركة والسكون دول حادثان وهما ملازمان للأجرام، إذن فالأجرام حادثة، ولا نحتاج نقرأ السنوسية ولا نحتاج نقرأ الحامدي ولا شيء. ثم شرع يبرهن، على حدوث العالم بقوله فتقول يا أيها المكلف المخاطب بذلك في برهان أي دليل حدوث العالم وهو وجوده
بمعنى أنه كان مصبوغا بالعلب ثم وجد فتقول. فتقول في برهان حدوثه: لو كان جرم من أجرام العالم كالسماء والأرض مثلا، يعني أجرام العالم الجبال جرم، السماء جرم، الأرض جرم، لو قلنا العرش جرم، الكرسي جرم، لو قلنا في جرم واحد منها ولا حيسري أو حيكون متناول لواحد، حيتناول الكل، إن هذا جرم وهذا جرم. فلو كان جرما منها واحدا موجودا في الأزل لم يخلق، يعني الجماعة اللي بيقول رب العالمين مستوي أو جالس على العرش أو له مكان وهو السماء، والمكان جرم مش كده، والعرش جرم، لم يخلق، إما أن يكون في الأزل اللي هو الجرم ده، إما متحركا أو ساكنا أو لا متحركا ولا ساكنا، والأقسام الثلاثة مستحيلة على الجرم في الأزل، فيكون وجود الجرم في الأزل مستحيلا، لأنه لا يعقل وجوده عاريا عن تلك الأقسام الثلاثة. الجماعة كده يستحيل وجود الجرم في الأزل، لأنه لو وجد في الأزل لكان إما متحركا وإما ساكنا، وكون متحرك أو ساكن والحركة والسكون حادثان، يبقى معنى كده الجرم حادث وهو موجود في الأزل، فاجتمعت الأزلية والإيه والحدوث، وهذا جمع بين متنافيين وهو بعض. وهذا دليل أدلة علمية قوية جدا، بيقول لك هنا إيه: فلو كان جرم، أي جرم كان من أجرام العالم العلوية والسفلية، فالعلوية يعني ما معنى الأجرام العلوية؟ مرتفع لجهة فوق، يعني اللي فوق أجرام علوية زي السماء والعرش والكرسي، والسفلية وهو منخفض لجهة تحت كالهواء والسحاب، الهواء والسحاب من الأجرام السفلية. الهواء جرم لأنه له كثافة يوزن يشغل الحيز من الفراغ، والسحاب كذلك جرم يتقاطر منه الماء لو جمعناه، والأرض بس في أجرام، قلنا أجرام كثيفة وأجرام إيه شفافة، والأرض مثلا وما فيها موجودا أي ثابت في الوجود في الأزل يعني القدم، وهو ما ليس له أول، فتعريف الأزل يعني ما ليس له أول ولا افتتاح بالعدم، يعني لم يفتتح وكان عدما، فإنه لم يخلق أي لم يعرو وجود الجرم من أحوال ثلاثة، وهي قوله إيه رحمه الله نفعنا به: إما ده حرام تيجي، إما بتعرف أن إما للتفصيل، إما أن يكون الجرم في الأزل متحرك يعني حينتقل من حيز إلى حيز، أو ساكن يعني ثابت في الحيز، أو لا يكون الجرم لا يعني لا متحركا يعني منتقلا من حيز إلى حيز، ولا ساكنا يعني ولا ثابتا، ولا أقسام الثلاثة، وهي كون الجرم متحرك أو ساكن أو لا متحرك ولا ساكن، ده كل ده مستحيل وجوده في الأزل، يعني ممنوع لا يتصور وجوده بوجه من الوجوه على الجرم في الأزل يعني القدم، فيكون وجود الجرم في الأزل أي على أي حالة فرضته وقدرته مستحيلا، يعني ممتنعا وجوده، لأنه أي الجرم لا يعقل يعني لا يتصور وجوده عاريا عن الايه عن تلك الأقسام الثلاثة اللي هي المتقدم ذكرها. عارفين ما هي الأقسام الثلاثة؟ ساكن أو متحرك أو لا متحرك ولا ايه ولا ساكن. أما فتح الهمزة وتشديد الميم كلمة فصل، يعني حما يقول أما يبقى فيه إيه تفصيل وافتتاح وإخبار أيضا، بيان أي ظهور واستحالة أي امتناع وإحالة القسم الإيه الثالث، وهو كون الجرم لا متحرك ولا ساكن فظاهر، لأنه إيه رفع النقيضين، الاستحالة ضرورة أنه لا يعقل يعني لا يتصور في العقل جرم يعني كثيف أو شفاف في الأزل أي القدم، ولا فيما يزال يعني مقابله، ليس ثابتا ليس مستقرا في الحيز
يعني أنه ساكن ولا منتقلا عنه، يعني أنه متحرك. والحيز هو القدر الذي أخذ الجرم من الفراغ، فكأنه يقول ليس ساكنا في القدر الذي أخذه من الفراغ ولا متحركا عنه. فإن قلت لأي شيء اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر السماء والأرض دون غيرهما من بقية الست سماوات والست أراضين والعرش والكرسي وغيرها، فالجواب لأنهما مشاهدان بالمعاينة والباقي بالإخبار. يعني ذكر السماوات والأرض لأننا نشاهد السماوات والأرض، والله تعالى أمرنا بالنظر والتأمل في أحوال الكون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض أيضا، يعني أفلم ينظروا إلى الأرض. وقد عرفت أن المشاهدة والمعاينة أقوى من الخبر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. بس هنقف عند صفحة 79. اللهم صل على أسعد مخلوقات نا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلومات مداد كلمات.